متينا الويكاند في الساعة الثانية معكم حتى التسعة انتع الصباح، الساعة الثانية اللي فيها ربح، نبدأها بالربح إن شاء الله. علاش؟ على خاطر تعرف إفهم تحتفل بعيد ميلادها بالذكرى 12 لميلادها الإذاعة هذه أحلى راديو، وذيك علاش قررت مش تربح الناس المستمعين الأوفية انتاحها بالطبيعة، كما الربح الأولاني اللي معانا اليوم اللي يكلمنا من عاصمة من عواصم تونس التاريخية مدينة المهدية. أي. معانا سي فيصل. صباح الخير سي فيصل. أهلا صباح الخير. مرحبا سيدي. إيش أخباركم؟ لاباس عليكم؟ يعيشك سي فيصل. سي فيصل تكلم فينا في المهدية ما هكايا؟ أي أي من المهدية. مرحبا بك. سي فيصل أنت ديما تسمعي فاهمة؟ ديما نسمع، ديما نتبع يا فاهم، ديما نتبع فيكم. شكون شنو البرنامج اللي يعجبك بخلاف بالطبيعة ماتينال دو ويكاند؟ هذيك حكاية مفروغ منها نعرفوها. لا أما بالحق شكون البرنامج؟ أنا هو برنامج اللي يعجبك أكثر؟ والله يعجبني برنامج الدوامة. هي. يعجبني برنامج يلعب يلا برنامج تثقيفي هذا باهي. اي. ديما لاباس انا تاع لا ديما لاباس لا. اي. مش معانا على كل حالة، ما زاد تحية للبرنامج هذاك. سي فاسر شو تعمل في الدنيا انت؟ والله موظف. موظف الله يعينك ان شاء الله. معنا اليوم مرتاح. مرتاح اليوم. هيا مالا خاطرك انت مرتاح ولا خاطرك انت مستمع وفي يا سيدي؟ عندك بون داشا بقيمه 200 دينار من هدي بوان اوبتيك. بوان اوبتيك اللي كما تعرفوا بوان اوبتيك اللي تلقاوه في العوينه وفي الكرم، وبمناسبه عيد ميلادنا بوان دو فونت نتاع العوينه الثانيه بون داشا بقيمه 200 دينار للربح. بون اوبتيك هي تلهبيك وتدلك، خاصة لا بريز دو مزور بروفيسيونيل، عندهم كيف كيف دي كونساي بور لي تيب دو فير اديكوا اللي يساعدوا حسب لي بوزوان تاع الشخص، وبالطبيعة توصل لك المرايات هذوما كي يلزم معناها حتى الدوميسيل، وتقول لك زادة كيف كيف أن المرايات هذوما معناها على قياسك واختيارك. مبروك سي فيصل مرة أخرى، وإن شاء الله تقعد باقي من مستمعينا الأوفياء. ألو؟ وي سيدي نسمع فيك. بدي زادة شحال لازم ناخذ بيه من أي مجازاه معناها ولا؟ هي معناها بوان اوبتيك هي بدا على كل حال. اقعد في معانا في التليفون توا في الاعداد الاداره يقولوا لك بالضبط كيفاش الموداليتي. مبروك عليك على كل حال، ان شاء الله كل عام ويا فام حي بالف خير. 30 مره ولا حاجه كيا تقول فيها الامل. الامل لولاك عليا كنت في حبك ضحيه. والأمل هو اللي عايشين به بالحق، وساعات تلقى عبد اسمه يحمل معنى عنده نصيب من اسمه، لكل من اسمه نصيب. احنا نعمل باخير في عودة، احنا قرب الميكرو شوية بل نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. احنا تلقينا قبل عمنا تقريبا في عندها عام، وحكيت لنا على النادي نتاعك والروبوتيك والقدان نتاع الالات وكذا، اللي حاجات انا نستغربهم برشا، لكن نستعملهم احنا حتى لي روبو، حتى نستعملهم في الدار اللي ترحي واللي تعمل كل شيء. سي لي روبو هذوك كلهم جيني، شخص خمم فيهم وقدهم معناه، مش ولينا نسنجموا نستعملوهم. لكن مل عندها حاجه حلوه برشا، كلمتنا قالت ما تقولوا، قلتوا لي كان عندك جديد؟ قلنا رانا عندي جديد ان شاء الله خير. قالت رانا هزيت الكيب متاعي ومشينا لكوريا هذيك في اخر الدنيا هذيك، مشينا لكوريا خاطر فما مسابقه عالميه نتاع روبوتيك. نقولوا عالميه نركزوا عالميه، شنو نقولوا عالميه؟ نقولوا فيها الصين واليابان وسنغافوره وكل يفجعوا كلهم التنين الاصفر هذاك ولا يسميوه هذوك، ما اكل ما يقدهم حد في اكل قوه الرب فيهم، اكل قوه الرب فيهم معناها تبارك الله عليهم، من حاجه زوز بولونات يعملوا ما نعرف شنو. قالت له رانا مشينا ورانا يا سيدي كلاسيل الرابعين. انا الحق عالمية. قلت رابعين معناها يا اخي انت هكا في العالم هذوك كل احنا رابعين لازم يا سيدي. قلت له اجي
قلت تجي باش نراقب عيني، ما تعرف انا منصدق كيما نجيهين، منصدق انا مره بعيني. اي قلت لها اي جحلانة حق، هما كانوا ناويين يجيو الجمعه اللي فاتت، لكن الجمعه اللي فاتت خلطوا وجوه الصباح معناها ما كانش ممكن يجيو، فارتاحوا شربوا عرقهم وكذا. خاصه انا خممت، قلت اللي معاها اللي هزتهم معاها هي بيضة طفله صغيره، لكن اللي هزتهم معاها اكيد انهم ناس كبار راهم كبه مساكن العزاوات، يروحوا بديكالاج غير لازم يتكبوا يرقدوا باش يردوا النفس وكذا. ولذا ما شديت صحيح، قلت لها ارتاحوا ويجاوني. يا اخي ما راني قبيله واحنا نعدي في في الغنايه وقت الاخبار، والا امل داخله وداخله معاه زويز خشيشريت. احنا بيتين في امل على خاطر هي ديجا صغيره جايبه معاه زويز خشيشريت. زوز خشيشريت كان الدنيا الدنيا، راه واحد عنده في في مكتوبه كم شبيس، والاخر في مكتوبه لا في يده واحد نتاع كارتا، عارف الوريق نتاع الكارتا اللي تصاور نفخوا عليهم فهمتش، وكاو معناها كي وكل شيء. انا حق كي ريتهم هما شكيت، قلت بكش انا ما عقلتهاش واحده اخرى هذيا، دا شكون اللي جاتنا هذيا؟ قالت لي ليه اخي شبيك ما عقلتنيش، راني هما اي فين هما جماعتك اللي جايبه؟ قالت لي هذوما هم هذوما اللي جاو كاتخيام مونديال. قالت لي بيجا هذوما جاو كاتخيام مونديال، هذوما جاو كاتخيام مونديال. معنا محمد طهاء ويوسف. صباح الخير. صباح الخير محمد طهاء، صباح الخير يوسف. مش بكم اخي ما حشمتوش من شو اسمه من كوريا والناس هذوكم الكل حشمين منا احنا في بلادكم. نقول لكم تشوفوا فيهم طبيقة في الـ في الـ في الاي اف ام تي في. شاش اللي صار؟ قديش عمركم؟ قد طه قد عمرك؟ عمري 16 سنه. 16 سنه 14 معناها 16 سنه 14. انا في عمركم كنت نقرا في الالغاز تختخ ومحب، وهذا اقصى حاجات نجمت نعملهم في حياتي، ولا نعمل حاجات بريكولاج على المهم ان وقتها سي حمود فامري في التلفزه التونسي. لكن هذوما عاملين دي غوبو ومش روبو يا سيدي، حاجه عظيمه برشا. ماذا بيا نفهمها الحكايه، مش الساده المستمعين يفهموا، وكيفاش خلطنا خذينا ونسي كلاسي لكاتخيام الرابعين في العالم مع قوة عظمى في الحكاية هذه. كيف النادي، كيفاش عملتوا، شنو اللي عملتوا، وشنو الروبو، شنو المشروع هذا اللي هزيتوه، شنو ابي داكوغ. اول حاجة لازمني نفسر كيفاش مشينا اول او بروميير ليو كيفاش مشينا لكوريا. ان فيت فما كومبيتيسيون اسمها روبوكاب. روبوكاب هذه باش توصل تمشي لكوريا لازمك تتعدى تعمل التصفيات نتاعك. التصفيات انا كي شفت كومبيسيون عجبني ياسر الكونسيبت نتاعها، ما عندناش تصفيات في تونس. دونك في فيفري اللي فات اونيتي اوبليجي انا نمشي لمصر باش نلعبوا التصفيات. دونك مشينا في مع المثروه ولا مع هي مثلا المغرب عندها تصفيات، مصر عندها معناتها الاوروب الكل عندهم، ايسيا الكل عندها، ما احنا تونس ما عندناش. كي شفت احسن ديستيناسيون نمشي نلعب فيها تصفيات عندي الحق نمشي لاي بلاد. اخترت مصر معناتها بيدجي وبرشا حاجات معناتها. دونك مشينا لمصر وتكلاسينا لي برومي، يعني مشينا لعبنا في بلادهم وربحنا. وربحتوا صاروا اسمع يا سيدي دونك بال 16 14 سنه الله يصلي على النبي بارك الله. ايوه دونك وترشحنا لكوريا بي هو يونا الكومبيتيشن فيها بوكو تشالنج. احنا فما هذيا تشالنج اللي هما بهتو اخترنا اصعب تشالنج لعبنا فيه نحبوا اللي دي فيه. دونك دوكو ترشحنا مشينا من فيفري قعدنا لديسمبر فين مشينا لكوريا باش نلعبوا. لعبنا كونتر طونت بي. شوف نقولوا انا هو سيتانا مي بارتاجي على الفيسبوك وقال نمور اسيا، لعبنا كونتر نمور اسيا على خاطر ريت قدام لي زوروبيان حتى شيء لي زوروبيان قدام الاسيويين. انا قلت لك المارد الاصفر معناها هذيك ما فيش كلام معناها بالضبط او نيفو تكنولوجي وكل شيء سي اوتر شوز. دونك لعبنا قدام نمور اسيا. انا جو بريفير شنو الكونسيبت نتاع الكومبيتيسيون كل شيء فيكو نحنا لي ريسبونسابل نوصلوا صغيراتنا من الباب يقولونا بسلامه. ما تدخلوش معاهم وتشجعوا قيتوا روحكم حدهم مع حدكم انتوما مع هذوكم الكل الغول هذوكم خرجتوا لاباس باش مشوكمش خرجوا بالتصويرات وخرجوا بالبارك الله عملوا اصحاب خرجوا بالبريزو كبير برشا يمشوا يقولوا لهم على خطر الحاجه اللي هكا شويه رهبتهم الماتيريال اللي يستعملوا فيه ولاو يصوروا يقولوا لهم تعطيونا لي ريفيرونس وتعطينا. انا اليوم بلوز امبورتون كو الربح اكل الكونتاكت هذاك الكونتاكت لي شارج اللي عملوه يمشيو لهم يقولوا لهم بالله نصور ميساج الروبو نتاعكم نصور ميساج تعطيني الريفيرونس تاع القطعه اللي استعملتها. ميساج فيكو هما لو بلوز امبورتون عارفين شنو هي المشاكل اللي صايرت لهم.
وقاعدين يحاولوا يتحداوها مش يعرفوا حاجات اللي تخليهم يتجاوزوا المشاكل هذيك ولا القطايع اللي ما عندناش في تونس ولا حاجات اللي كيفاش نجيبوهم وهذا صعب ولا الصعيد. حتى مش مفهومين في الديوان يعني تجيب قطعه ما يفهموهاش في الديوان دونك يمنعوها ولا مشكله ولا مشكله. انا فما كلمه نحب نستوقف فيها وممكن السادة المستمعين ما فما البعض منهم جلبت انتباههم. انت من قبيله تقول نلعبوا قدام نلعبوا مع نلعبوا قدام باش ماهيش لعبه فان دو كونت راهو نلعبوا لعب هذه مش لعب مش لعب اختراعات مش لعب هذا مش لعب اللي انت تقول لعبه مع بمعنى انه خطر مواجهه للخير هذا مش لعب هذا هذا عبد دماغات قاعده تستنبط في حاجه اي شنو اللي بالضبط باش شاركته شنو الحاجه شاركته بها تيوريك براتيك حاجه ملموسه. احنا اون كونسو ان روبو بلوتو هو فما شكون في ليكيب ريسبونسابل فما ميكانيك يعمل كونسيبسيون ميكانيك تاع الروبو يعطيك من قبل كايت شارج يعني يعطيك الميسيون لازم يعملها الروبو وراو كي نقولوا يعطيك كايت شارج سي بلو ديفيسيل على خاطر فوزالي تخدمي بالضبط باش يقيدك حاجات معلومه وديستانس معينه وكل شيء لازم تعمل هكا وهكا. الكايت شارج هو الروبو اسمه ريسكيو لاين معناتها هو روبو تاع انقاذ. Donc il se base principalement à traitement d'image tant بعد الاولاد يفسرون شويه اي تفسروا لكم دونك لازم عنده من الاول عنده ثنيه لازم بالتريتمون ديماج وبال يعني بالكاميرا يديتكتي انه الثنيه صحيحه لازم يمشي فيها باش في الاخر يوصل لون زون الزون هذيا اش فيها فيها دي زون دي بول نوار اي دي بول غري النوار هما السون برولي معناتها بور سيمولي كو احنا قاعدين نعملوا في عمليه وفما ديزون دو زون اللي هي لوبيتال والزون سيف معناتها دونك مش يهزك المحروق مضرورين ومحروقين في المستشفى والاخرين مش يهزهم المكان اللي يمنعوا مش يمنعوا والزون لوبيتال زاد لازم يحط له ريسكيو كيت معناتها سوا ديزون كل الاسعافات الاوليه يبدا يهزها ديجا وهو في ثنيته باش تعرضوا كيت نتاع اسعافات اوليه لازم يهزوا معاه ويوصلوا لكازون معناها باش نلخص مش بمفهومي انا كانسان خاطيني ما نفهمش حتى هذا كانه راجل انقاذ معناها الروبو هذا هو راجل انقاذ في حاله لطف حريقه مثلا ما كان محروق يدخل هالراجل الانقاذ الانسان العادي معناها ينجم يدخل لكن فما ريس كبير هذا روبوس كيدون باش يلقى ثنيه صحيحه ديجا اللي يدخل منها باش يدخل من ثنيه باش يتفادى الحرائق وتفادى الحاجات اللي معناها ممكن تضر ويمشي الاماكن اللي فيهم الناس المضرورين يلزم يفرق ديجا هو بين المضرور اللي يلزم يمشي المستشفى واللي محصور فقط ومش مضروري لازم يمشي يمنعه معناه بامنه فيهز الامن البلاصه الامن يحطه في المكان الامن والمضرور والمحروق اللي ما عارفينه ينجم يهزه للمستشفى لكن في الاثناء في الاثناء معناه يكون معناه يعرف كيف التريتمون كيف شنو اللي يعملوا له الاسعافات الاوليه بين قوسين لكن المضرور هذاك مش هزوا بعدش مات في الثنيه لا لا حتى يحاول انه يعملوا الاسعافات الاوليه وفي الثنيه هذا تقريبا غوسو مودو هي سي تون سيمولاسيون هي الكل فون تيتر سيمولي بار دي زوبجي سامبل مي ان فيت اللي نحب نقولوا ان انا في عالم بروغراماسيون يسوفي واحد كابابل انه يعمل سيمولاسيون ينجم يكون في الحقيقه الارض الواقع في الحقيقه خاطر اللي يفهم في البروغراماسيون صار في اون ميم في الاخر على خاطر كي نحكي على روبو باش يمشي في تراجيكتوار معين احنا لوبجيكتيف نتاعنا انه يعمل النافيغاسيون روبو يعرف روحه مشي من البوان هذي للبوان هذي بوز امبورت هو وقتها في المونديال ولا في سيميلاسيون معناها اي انه فونكسيونيل كوا في هذا في هالشيء اللي يفجع معناها نتاع بالنسبه لنا انت نتاع ديسانيمي معناها نتاع جلاندايزر ديسانيمي حاجات اللي ما نفهم معناها ذولي سيونس فيكسيون ذولي كاني مش حقيقيه معناها نفكر في افلام قديمه شفنا هذا معناها كيف طه ويوسف هما هزويز بين قوسين اطفال راك في حكم القانون ما زلتوا اطفال حكم القانون اطفال حتى الماجوريتي ما زلتوا اطفال معناها مش استنقاص من قيمتكم لا اما ليه حكم ليه القانون انتم اطفال هذو وليدات هذو اللي محلاهم ما راهزين هكو عاقلين وكل شيء يخرج منهم هذايا عملوا هالشيء هذا واكثر اكثر بغيت كيف كانت المساهمه نتاعك كيف عملتوها البيعه هذايا اللي ينقذ الروبو عنده اسم شو اسمه سميتوه الحبيب حبيب هكا الحبيب هي تربيجه في الكلوب كل ما من مصر معناها ومن اللي شاركنا به في الكاليفيكاسيون في مصر
سميناه كيك. سميتوه الحبيب به اسمه حلود وتفصح حبيب اسمه مزيان. سي الحبيب هذايا كيفاش شكون كل واحد شنو دوركم كل واحد منكم؟ انت مثلا طه شنو انا ريسبونسابل ميكانيك والكتريك. ميكانيك معناها مش هو اللي يتحرك هكا يزيد انا قبل معناها اول ما تخرج الكيت شارج ناخذ شنو البروبليماتيك ونحاول نخلق معناها سوليسيون ميكانيك ونحاول نمهد معناها الفكره لاصحابي نعملوا نحن بعد عندنا معناها برين ستورمينغ مع بعضنا نشوفوا شنو الافكار نحبوا نخرجوها في الروبو شنو هي الحاجات اللي نجم يستعملهم الروبو باش يمشي يعني مثلا يهزك الكور ولا مثلا يتبع الفنيه مثلا ولا اي حاجه. وبعديك انا نحاول نكونسبته على لوجيسيال اسمه سوليد ووركس. سوليد ووركس هو معناها يدخل في دومين الميكانيك كل شيء. معناها نخدم انا الروبو كامل نخدمه 3D على لوجيسيال هذا بعدي كنوري لاصحابي ونشوفوا شنو الناقص معناها شنو حاجات بو بيرفكسيوني هاك الروبو هذاك كل حاجه راهي ديتايي في سوليد. معناها الروبو نتاعي يكون الكل معناها الكل معناها باقي ساتري قازت كانه مشيت كانه قدامي معناها كانه قدامك الروبو بعديك نطبعوه كسوا القطايع مثلا نستحقوا ديكوباج لازير اللي هما يخرجوا معناها ابيسور 5 ملم ولا كسوا وفما اللي يخرجوهم بالامبريسيون 3D على الامبريمونت نتاعنا تقريبا تراوه قدامكم كانكم تراوه في قدامكم. ومن بعد كان نبداو نعملوا معناها تبداو عاد في في القطايع وفي المونتاج التركيب نتاع الروبو نتاعنا. مالا انت يوسف شنو اللي تعمل؟ انا البروغراماسيون بعد من الروبو تعمل ولا غير بعدين نبروغرامي الكارت بروغرامابل اللي باش يتحرك بها اي اللي باش يتحرك بها. فما دو كارت فما واحدة اسمها أردوينو اللي باش يقدم بها فما الغاسباي باي اللي باش يعمل بها تريتمون ديماج باش يشوف بها معناها سوا ديزون بقوسين يشوف بها القطايع والا العباد مثلا ولا حاجه معناها ترد معناها لا معناها انت ترد يتحرك وترد يرى مش كان انا عندي برشا اي معاك اي معناها شنو هذه شنو الله وحده والله انا نصلي على النبي بالحق والله نتمنى انه اياد يكون هكا ان شاء الله يا ربي والله نتمنى كل ولاد تونس يكونوا هكا برافو معناها تصور معناها من قطع حديد وبلاستيك ولا شو قطايع ماده جامده يولي الشيد هذا يولي يرى ويولي يتحرك ويولي ينقذ معناها عنده في مخه الالي هذا تخطيط انه معناها يميز بين المحروق ولا المضرور ولا اللي مش مضرور واللي محصور مثلا يميز بيناتهم وينجم يعمل عمليه انقاذ. خاطر الاسطوره حتى البروغراماسيون اللي يعمل فيها يوسف قالت امل قبيله عبيد تقرا فيها توا في الفاكولتي وقالوا الوغ كو هو عمره 14 عام معناها ما شاء الله. تا اكزومبل جوست باش نعطي حاجه مثال طه يفورمي في ليزام يفورمي في ديزي يونيفرسيتير في السوليد مثال. اللهم صل على النبي ساعه قولوا حد عليكم تحيه لوالديكم الاثنين الاثنين تحيه لوالديكم اللي معنا وصلوكم للثنيه هذه. سؤال ممكن يكون معنا مضحك شنو اللي ناويين بعديش تو عملتوا هالروبو هذه ناويين ماذا بيكم يتسوق ماذا بيكم يولي حقيقي نلقاوه في الاسواق نلقاوه مثلا تشريه الدوله تعملوا تقدوا بتعاون بيه لي بومبي مثلا جماعه عسكر الحريقه كما نقولوا احنا ناس بكري فماش شي امل الحاجات في النوع هذه. والله قاعدين نخمموا نحن اول حاجه نحبوا نطوروا في الروبو نتاعنا شويه هو بيدو ما نزيد نطوروا خاطر فيه ديكا اخرين نجموا نخرجوا منه معناها زيدوا زيدوا خاطر كي شفنا الديزادفيرسير غاديك وكل شيء فما حاجات يستعملوا فيها ما احنا مانيش متوفرت لنا القطايع تحكي بالذات القطايع القطايع في تونس عندنا مشكله كبيره فيهم ديجا حتى مثلا الرازبيري تو هذيا ما شريناهاش من تونس معناها جاتنا من برا وديوان ومشكله وكذا حاجه برشا قطايع مثلا نقول ادفيرسير يخدم بهم نحن نقعدوا نعملوا مثلا تو في الالكترونيك ما مش خيوط راهو الالكترونيك نحن عندنا في الكلوب نحن نعملوا لي كارت الكترونيك وحدنا نصنع دي كارت لي كارت بي سي بي هذوما كي نصنعهم نحن مثلا غيرك تلقاه نحن عاملين زوز كوارت وعاملينهم شيلد مع بعضهم وكل شيء غيرك تلقاه هو ديجا شركه حاضره وفيها كل شيء معناها امورهم سهله اكثر اي امورهم سهله معناها تصور انت اسطوره اذا كان توفر لهم القطايع هذا اللي يحكيناهم هما في نجم يوصلوا غير حتى شيء وصلوا للمرتبه الرابعه عالميا فتصور انت كان توفر عندهم المعطيات وين نجموا يوصلوا انا عجبتني كلمه امل تقول نلعبوا
ومحمد طه يقول لادفيرسير. أنا واعيش قاعد يعمل لادفيرسير معناها فما مواجهة، فما عجبتني الاختيار نتاع الكلمة راهو ما سي با طومبي دون لوغي دان سور. سؤالي الاخراني امل المربي، نقعد معاكم ثلاثة سوايع لكن الله غالب الوقت. امل لقيتو شي تشجيع؟ ما نعرفش كي روحتوا جاكم شي حد استقبلكم، فرحوش بكم، قالوا شي يا عنا أبطال أبطال معنا جابوا شرفوا تونس وهذه الراية التونسية في تظاهرة عالمية فيها غول أصفر معنا الكلمة فمشي هكا حاجة اعتراف من عرش. أنا بو من نوعية العبيد اللي ديما بتتخ نلقى الثغرة ونلقى التبرير. بتيتر انت استوعبت اللي احنا لعبنا كونتر غول، هو ما في بالهمش اللي احنا كونتر غول يظهر لي ما في بالهمش اللي مشيتوا تلعبوا مش حتى كونتر لا جو سوي سور اللي في بالهم، على خاطر احنا افيت قبل ما نخرج بتلامذه لازم نعملهم تراخيص بتبيع خاطر صغار دي مينور والكل دي مينور، دونك عملت تراخيص وزاريه معنا الدولة في بالها، معنا الدولة في بالها، دولة في بالها، ما فهميش متابعة، ما فهميش متابعة. أنا أقول الوزارات أول حاجة وزارة المرأة والطفولة ساعة قبل كشاء أطفال هذوم الأولى، شباب والرياضة ما هو الشباب زاد هذية وهذية عمل معناها شرف تونس، التكنولوجيا والاتصالات ولا شكون هذية ورئيس الحكومة والله رئيس الحكومة بالمفروض كيما رينا يعطي الصحة سيد رئيس الحكومة قبل من عشر نهار تيس تاو 43 ولا عشر ولا البارح ولا حاجة كي سيدة أنس جابر فنانة بين قوسين الكبيرة معناها الرياضية العظيمة فنانة اي فنانة في ميدانها سيدة أنس جابر، وهذا يفرح القلب أنه اعتراف من الدولة بقيمة عالمية ما فيها بس رئيس الحكومة تشوف هالوليدات هذوما اليوم مستقبل البلاد، خاطر كي نقول 14 و16 سنة قول هذوما مستقبل البلاد اذا نحافظ عليهم، خاطر نخاف غدوه هذايا يجي يتعدى اوبورتونيتي برا ويقعد غادي، خاطر كما قال اذا كان القطعه انا ما نلقاهاش هنا بينما نلقاه بقر نجم نطور الحاجه اللي نخدم فيها يمشي ويخلينا. جوست عندي مداخله، انا اقول اوموا ما مثلا نحن ريسبونسابل اون غا با بزوان هذايا الكل لا التكريم لا حتى شيء، اما اوموا خليه حتى كان نهار اخر باش يخرج ديما يكون ريكونيسون لبلاده وي ريكونيسون حتى للمجهود اللي تعمل فيه ميم سي ما تتحققش الحاجه ما يحس ثم ايفور يحس ثم سعي يعني قلت لك على الاقل موغالمون يمشي ديما يرجع لها نسوغيس كو موغالمون تعطيه قيمته تعطيه قدره. احنا هذه كانت مساهمتنا البسيطه معناها اوكي وانت تعرف امل اللي قلت للمره الاخرى جيتي تالمون معناها ابلوي باللي تخدموا فيه في الكلاب بتاعكم، اللي قلت لك اي ما يكون عندك جديد قول لنا انت يعطيك الصحه كثر خير كلمتنا كي معناها من معناها كي شاركتوا في هال في هال في المسابقه العالميه في هالحرب الحرب دخلوا حرب وخرجوا منتصرين معناها دخلوا حرب راهو كي تقول في الروبوتيك وتقول الصين والهند واليابان وما شنو راهو معناها قد ما نجم نوصفوا ما نجموش معناها ما تقولش عليك تقول ممثل تونس تمثيل سينما تونس وهوليود معناها سي سي ان بو سا معناها حاجه هكا دخلت لهوليود وفرضت في روحك وخذيت واحد ولذا يعطيكم الصحه. انا فرحان برشا سعيد برشا مسرور ونحب نتصور معكم بعديش مش نهار اخر نهار اخر كان ربي يعطاني طول العمر ما نكون مازلت حي نخرجكم تصير نقول لكم والله نعرفكم والله تقابلت انا وياكم، خاطر بالحق انا اتنبأ بمستقبل كبير لهالولاد هذوما ربي فالله يوفقكم ان شاء الله. ونحب نحيي من خلالكم الامل الكلوب، لكن نحب نحيي والديكم نحب نحيي والديكم ونقول لهم برافو شابو با اللي نجموا يوصلوا صغيرات هكا والليكيب كامله نحب نحيي الليكيب خاطر الليكيب الكل برينسيبالمون على خاطر حاجه مؤسفه برشا برمي الحاجات اللي صارت لهم اللي انا كنت متاكده باش ياخذوا الدوزيام سيكو انه خاطر يوسف وعبد الرحمن صمعي زوز في البروغراماسيون قسمو دو بارتي عبد الرحمن في الظروف الماديه ما نجمش يمشي فكانت ليكيب نوعا ما ناقصه شوي ما نجمش تدافع على حظوظها برشا يوسف ولا به يوسف عن ايوب ايوب نوعا ما يحاول ياخذ التاش نتاع عبده ميم امبوسيبل تنجم تاخذ
تاش عبد كيف اللي كيما هو مولاها بيدو كيف هو فما تشجيع من الدولة ولا على الأقل بارتي ولا فما دي سبونسور راهي مشيت ليكيب كاملة وراه كيما قلت انت خذينا المرتبة الأولى ولا الثانية حتى المرتبة الرابعة أنا فرحان بها حتى الحق فرحان بها برشا ونحب نحب نوجه لكم تحية انتوما الاثنين اللي قدامي ليكيب الكل انت أمل على المجهود الكبير في الكلاب يعطيك الصحة برافو ميل برافو وهكا هكا تونس اللي نحبوها هكا تونس اللي نفرحوا بها هكا صغارنا اللي بالحق يتحطوا فوق الراس وتقول يا ربي ان شاء الله تونس في خير ورا في الشمس زرق التويكه فهذا دليل على انها حتى معناها هذه الامل اللي نستناو فيه على الامل نعيشه وانا مش نخليكم مع اغنيه بتاع سي محمد العش حكينا عليه قبل اسمه يغني على مهريه هاي تعرفها مهريه ماهيش مميت مش مميت نزار. مش مميت نزار لا 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 مهرية أخرى مهرية اللي غني عليها سي محمد العش في مهرية تحية الله يرحمها مماتك الله يرحمها وتحية المهريات الكل ما عادش الاسم هذا مش دالج برشا ما عادش موجود اسم جميل على كل حال من الأسماء القديمة البربرية معنى الأمازيغية القديمة وإحنا نحبوا نحيو الذاكرة ونخليو وكي نحيوها نحيوها مع شكون مع الأطفال أكيد ويزم الأطفال نعتني بهم خاصة توا عطلة هكا ولا لا احنا نخرجوا بس الاطفال اللي تقصد اللي كيما نزار لا مثال قاصير مثال قبلك انت والله غلبه فهمت على كل حال الاطفال اللي يحب شفنا الجمعه الاخرى كيفاش انه شفت انا الجمعه الاخرى اللي كيفاش مع مدينه ثقافه فما شفت معاك بنتي معينا نهار سبت برنامج كبير مدينه ثقافه اعدته للانطلاق نهار الاحد اللي فات لكن فما مهرجان عريق يهتم بالأطفال في نيابوليس في مدينة نابل باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل طويكة على هالمهرجان ذي صباح الخير صباح النور أهلا وسهلا أحباب مستمعين راديو إخان يعيشك يا سيدي أي قل لي عن هالمهرجان العريق نجم نقول عريق خطر تبارك الله ماهوش عام موش اثنين هالمهرجان نيابوليس ايش هي حسنا الدورة 36 اللي انطلقت من يوم 17 وتنتهي ان شاء الله يوم الاحد 24 ديسمبر معناها تنتهي غدوة غدوة فوالا شنو حواله المهرجان السنة خاطر نعرف بارك الله المهرجان عليه اقبال كبير معناها انا معناها واكبت المهرجان يا بوليس سنوات التالي معناها تقريبا 10 سنوات التالي ولا اكثر ونعرف اللي فيه اقبال وفما جمهور وعنده جمهور خاص به ونعرف اللي حتى ونعرف اللي فما عباد جاوا هما اطفال المهرجان هذا ثم ولا يجيب اولادهم للمهرجان هذا معناتها اللي ربطت علاقه كبيره في المهرجان يا بوليس شنو شنو حوالو شنو تقييمك ليه صحيح كلامك تقول مهرجان نيابوليس توا ولا عنده جمهور من نابل مدينة نابل وخارج مدينة نابل أنا نجم يجيو حتى من خارج مدينة نابل أحواج مدينة نابل دار شعبان من بن خيار من حمامات فما شكون يجي حتى من تونس من العاصمة من العاصمة خاصة في الويكاند كما سبت والأحد اللي هو اليوم وغدوة كان عايش إن شاء الله يجيونا حتى من العاصمة وخاصة في العروض معناتها الأجنبية والعروض حتى العروض التونسيه معنا عارفين اقبال كبير وكبير جدا. وسنه كانت عندكم مجموعه كبيره من العروض برك الله نعرف اللي والحمد لله عندنا ثلاث قاعات ثلاث فضاءات يوم دار الثقافه وقاعه النزل وقاعه المعهد الخاص المثاليه. اللي خذيتوه من ثلاثة سنوات معناها توسعتوا شوية نجم نقول على عادة معناها في الأماكن في لي بوان معناها فما توسع فما نوع من الإشعاع الأكبر معناها ولا في المهرجان صحيح موجودة عندك المركب الثقافي هو مغلق احنا عشان التجأنا معناتها باش نتوسعوا زادة بما أنه المركب الثقافي مغلق ولينا اخترنا معناتها فضاءات أخرى باش معناتها نقوموا بالمهرجان نعمل وعلى ذكر الندوات وكل شيء وعلى ذكر الفضاء هذا الجميل نتاع 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 المركب الثقافي عندك شي فكره وقتاش يرجع للنشاط نتاعو ولا مازال شوي الله اعلم انا بالحق فما دراسات صارت وفما معناتها
أموال ترصدت ولكن مازال ما فما حتى. خاطر بالحق أنا عندي حنين خاص للفضاء ذاك في وقت المتعة خدمت فيه برشا وقتها كنت كل نهار حد نمشي لنادي نتاع نادي نتاع تراث هذيك عملناه وكنت كل نهار حد نمشي نأمن النشاط هذا النادي ولدرجة خلقت علاقة حميمية بيني وبين مجموعة من العباد الموجودة في نابل معلم نابل وحتى أنه استبناوني. ولا عندي بابا وام في نابل سي الحبيب باباي اللي هو كان واحد القيم العام تاع لي سي تكنيك تاع نابل وزوجته لفاطمه الاستاذه الرسم استبناوني والبابا وامي هذوك بالحق ونعتبرهم كي بابا وامي كي نمشي تحيه ليهم كان يسمعوا فينا نمشي غاديك ما ابوك نمشي حتى كي عندي خدمه ماشي باش نبات في اوتيل نهار يكبر تمشي غاديك تاع معزز مكرم اي داركم موجود دربوك موجوده وانت تمشي تبات في اوتيل اللي مازال معناها وهذه تحيه لاهلنا في نابل اللي بالحق في الوطن القبلي كل في تونس كان اهل الكرم والكرم اهل جود سيدي تحيه للمهرجان يا بوليس برافو للنشاط وان شاء الله ان شاء الله في العام الجاي ان شاء الله كما نقولوا ان شاء الله 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 يا ربي بالتوفيق وكل عام واحنا وانتم حيين بالف خير. عندنا سيدي رابح اخر كان لزم خاطر عندنا عيد ميلادنا اي 12 سنه مالش في بالك 12 سنه اللي كبرت العروسه كبرت فما شكون خطاب يخطبوا فما بدي مرحبا 12 سنه من عمر من عمر اذاعه اي اف ام وبجة نجم تكون شاهده على ذلك شاهده على ذلك البجة قلت كل عام ونحن بخير كل عام ونحن بخير بالطبيعه حتى كاين باش نجيب الخبز الكاتو باش مش تقدها هي مش باش تجيبها تقدها هي تصنع خبز الجاتو ولذا احنا عندنا هدايا بالمناسبه من الهدايا متوفاش في فام ديما موجوده ومعنا معناها هديه مش تكون للفائز او الفائزه منعش معنا فائز ولا فائزه ولا مازالوا مازالوا الوغ اتصلوا بينا مال على 31 380 ألف وتربحوا دي بون داشا دي بون داشا ب 200 دينار منين من كلوب جوي هديه للاطفال للاطفال اللي عنده صغيرات معليه كان يكلم نورمالمون ستوره التليفون موجود التليفون سي محمد سي محمد موجود سي محمد صباح الخير الو عشمه اهلا سيدي محمد اهلا عشمه مرحبا بك وبيك عايش يا عايش انت من متابعينا يظل انت ساعه انت منين في المستير هكا اي من المستير مدينه المنستير تحيه ليك واهلنا في المستير كلهم سيدي محمد تسمع يا فهم تبع في يا فهم اي نتبع كيبدا فازي نتبع به شكون المنشط ولا المنشطه اللي يعجبك الاكثر بخلفي انا بالطبيعه والله تعجبني انت لا لا انا هذاك من تحصيل الحاصل لا الاخرين المساكن بالله خذ بخاطرهم شويه الاخرين المنشطين الاخرين خذ بخاطرهم والله يعجبني محمد الخماسي بارك الله عليه محمد بالحق الخماسي باهي اي تبارك الله عليه ووليد زرياب اي اي وراجح هذا راجح تبارك الله هما كلهم كل واحد عنده الميزه نتاعو عنده الطابع نتاعو الكاشي نتاعو في الخدمه اللي يخدمها سي محمد مادامك من المستمعين الاوفياء احنا عندنا ليك هديه 200 دينار بون داشا من كلوب جوي عايشك عندك صغار سي محمد عندي مالا مش تهزهم هما يختاروا تهزهم هاني شرط عليك راني نشاورهم نشوفهم كانش تهزهم هما يختاروا على لي جوي هذوما اللي تلقاهم في الكلوب جوي تلقى الماجازان نتاعهم في جاردان كارتاج وفي الـ في الـ في, الـ في المول نتاع الجربه وبروغرام فيديليتي نتاع كلوب جوي كيف يتوفر ليفريزون حتى ادوميسيل معناها نجم يجيب لكم الكادوات نتاعكم ادوميسيل كيف تعدي كوموند على الباج نتاع انستغرام مثلا ولا على الباج فيسبوك ولا زيد على السيت www.clubjouer.tn وتنجم تدخل على السيت هذا وتختار لي كادو نتاعك ولي جوي نتاعك الف مبروك سي محمد للكادو نتاعكم والف مبروك وعيد ميلاد سعيد بالنسبه ليا فاما 12 سنه نتاعها هاي سيدي ما ننساو ما تتحدثوا الحاجة مكتوبة في الوحدة الربح متواصل حتى نهار 26 ديسمبر اي حتى نهار عيد ميلادنا 26 ديسمبر نهار عظيم
نهار عظيم. ولد فيه انسان متميز وباهي مش خايب. كلام هو مش خايب برشا. مش خايب برشا. يا اخي مش قلت 27؟ لا 26. 27 نهار الثاني ذاك انا عمري نهاري. اللي هو بالطبيعه سي نزار مرزوق زميلنا ان شاء الله طول العمر هذاك علاش حتى انا كلمني حامد قال لي انت 26 وي فاهم وانا قلت له توكل على ربي ما نعمل انا. اي هكا خطخط. هيا ما تنسى ما تحفظ بهالحوار البيزنطي نتاعك اعطينا شنو هي حكايه الحوار البيزنطي. فما شكون جاوبنا؟ فما شكون عطى اجوبه على ما فماش؟ يا ثم حاجه انا كنحضر حاجه في التاريخ نبدا نحضر نكتبها ونخزل عبسطه. أيوة. نكتب ونخزل عبسطه باش يصلح لي كان ثم معلومات. خدت المشكله في الحاجات التاريخيه ثم برشا ديسورس وبرشا معلومات نحاولوا ناخذوا اكثر فيرسيون ممكن ولا معلومه موجوده. ساعات تلقى المعلومات ماهمش كيف كيف. نمشيو لنقاش البيزنطي او الجدل البيزنطي. هو نقاش اللي ما عند ما ثماش منه فايده. ما وراهش حتى فايده. زوز يحكيوا ولا ثلاثه ولا اربعه يحكيوا نقاش بيزنطي كل واحد يحاول يثبت روحه. والا مش في وقته. ولا مش في وقته ولا الموضوع غلط. تمام. غلط بالكل كما شكون جاء قبل الدجاجه ولا العظمة. ولا العظمه بكلامنا موسى الحاج الحاج موسى من نخرجوا بحد شيء وكل واحد ما يحبش يتنازل على وجهه النظر نتاعو واش يدسح. نقاش البيزنطي يرجع الى بيزنطة اللي هي عاصمة الامبراطورية البيزنطية من القسطنطينية. قسطنطينية العظمى اللي هي توا اسطنبول. نرجع للقرن السابع ميلادي وعبصار كان غالط طبعا باش تصلح لي ونعرفك تلوج على الاقل غلطة. القرن السابع ميلادي في رجال الكنيسة وكذلك المواطنين والعباد لهوا بجدل اللاهوتي ومجالسهم تحولت لحديث حول الثالوث وطبيعة الأب والابن. هل كان المسيح عنده طبيعتين إله وإنسان والناس كل مختلف طبقات من الموظفين من المواطنين ومش الكنيسة ذيك بركة. قالك حتى ممكن انتقلت في مناطق أخرى من صارت مؤتمرات مسكونية كاملة من حول الموضوع على وانشقت حول الكنيسة إلى برشا مذاهب. النقاش هذا خلى أنه يخرج تيبو دو كونستانت. هذا خرج المرسوم عام 648 ميلادي من الإمبراطور قسطنطين الثاني وحذر تم حذر مناقشة هالمسائل هذه في الكنيسة ولا عند عامة الشعب وفرض عقوبات كان واحد يتناول المواضيع ذي خطر لهاتهم على الدولة وعلى المسؤوليات أو جاي للحرب هذية. فرض عقوبات ثم رهابنا وقساوسة تم طرده من الكنيسة فصل الموظفين ثم عقوبات على المواطنين لكن هذا كل ما عطى حتى نتيجة. تواصلت النقاشات هذه اللي ما عندها حتى فايدة حتى للقرن 15 ميلادي. السلطان العثماني محمد الثاني طبعا بعد يسمى الفاتح خاطر هو اللي فتح قسطنطينية. محمد الثاني وقتها حاصر المدينة مجلس الشيوخ بتاع المدينة مشغول مناقشة أمور كما الملايكة إناث ولا ذكورة. هل شي الإبليس كان كبير ولا صغير يتعدى زعمة من الليبرا ولا ما يتعداش كانوا حجم أي حجم إبليس حجم إبليس كانوا ماشيين في الأمور هذية حتى هو جيوش محاصرتهم وزعم عليهم وهما حتى ورغم من وقت قسطنطين 11 يظهر لي كان يحط فيهم هاي لو صاير بلاد مشاهد تفكت. محمد الثاني أو محمد الفاتح يحتل قسطنطينية ويسيطر عليها وكذلك قضاء حتى على الإمبراطورية البيزنطية كلها البيزنطية. هذاك علاش جيت حكيت النقاش البيزنطي. ما شاء الله عليهم برجولة صح. الشيطان يتعدم الإبرة ولا الملكة تو سامحني أنت ولا ذكرت شي مكفي زي مشكلتي معنا. على كل حال هذا كانت النقاش البيزنطي وثبت يعطيك صحة نزار على الاختيار حلو جاء في وقته. احنا على أبواب احتفالات تاع ميلاد السيد المسيح وإحنا شفنا كيفاش أنهم عندهم مشاكل في الحكاية هذه برشا. على كل حال نقول لكم أنا نتقابلوا غدوة إن شاء الله للي جايين غدوة اللي مش جايين غدوة ربي يعينهم شن فهمتش نتقابلوا غدوة الغسات اللي كنت باش نعطيها اللي انتريغانت البشكوت البسكويت نتاع القلوب خليه الغدوة ما عادش فما برشا وقت خليه الغدوة. أنا خليكم تويكة مع قالوا
لكن لحظه باش نقول لك انا جايين ماشي ناخذوا الحليب تو صح البركه شد الصف بعدش بالملي بعد شويه مش تحكي لكم حكايه الاقتصاد وش عندنا في الاقتصاديات نتاعنا كان تحبوا تقعدوا احكيوا له مع حكايه سد الصف مع بالملي ليدي جاش اسمه ابو ثلاث اسماء عطانا درس في الاقتصاد وكيفاش الاحتكار وكل حاجه والله يعطي الصحه احنا نتقابلوا ان شاء الله غدوه في الصباح ما تبعدوش على FM احلى راديو كل عام واحنا حيين بألف خير. ساعات يبدأ واحد هكا يقوم من النوم تبدأ باهت فيه تقول ماتينا الويكاند يتعارك هو محمد عليك لأي يقوم بدقدق تقول له شبيك يا فين يقول لك هاني حاسس روحي مهزرس معناها كاني ماكلت ريحة نبشة القبور لكن مهزرس هذية مين جاية الكلمة في الأصل كلمة عربية لكن بالجيم مش بالزاء هي مهاجرة صن بمعنى أنه كشخص ذاك نصل بس عقله خفيف تقول أنت ما هوش راكز معناها مش مهبول أما تقول أنت نص تقول أنت شوية فيقولوا فلان مهاجرة صن احنا خذيناها ورديناها مهضرس ورديناها الشخص ذاك اللي يبدأ يحس روحه هكا مش في سحمه أيام لا اشحطوا رواحكم ما نحبكمش مهزرسين يا سيدي.